متابعينا اهلا ومرحبا بكم. اليوم حنا متواجدين الطاقم ديالنا في مدينة الجديدة، جينا نزورو معرض الفرس للدورة ديالو 12، ونسولو الناس كذلك وزوار هذا المعرض كيفاش جاتهم الاجواء. خليكم معنا تسمعوا الارتسامات ديالهم ما تمشيو فين. صراحة هادشي اللي كزائر اول مرة جيت لي هذا العام هو في من الناحية الأمنية مزيان، من ناحية التنظيم حتى هو مزيان، صراحة كلشي مزيان لحد الآن، الأمور هي هذيك مزيانة إن شاء الله على حسب الظروف، إلا كانت الظروف مواشية علاش لا. معرض بحال هذا زوين يعني دولي وعالمي، علاش ما تجيش ليه؟ فيه يعني فيه الثقافه ديالنا للفروسيه والخيال وبزاف الحوايج، يعني طبيعي غادي تحضر ليه. لكن باش نجيب لهم اللي مازال ما عندهمش فكره عن يجوا، ايوا كنصحهم يجوا لي، صراحه كنصحهم يجوا لي حيت داكشي اللي فيه مزيان. صراحه نصيحه لاي واحد يجي يشوف هذا المعرض. هو الحمد لله التنظيم كل عام تنجي، وكل عام كاين تقدم، كاينين اجواء زوينه، تزادوا حوايج زوينين بزاف ديال الحوايج انهم تزادوا، لا بالنسبه للمراقبه، بزاف الحوايج الحمد لله. كاين الامان، كاين الاحترام، كاينين اماكن زوينه بنادم اللي يشوف كل عام تيكونوا اجواء مختلفه، تتكون حوايج زوينين. المهم كاين ما يتشاف، كاين بزاف الحوايج اللي هما زويونين على العام اللي فات. المهم كل عام كاين تقدم الحمد لله، كاين تقدم مزيان 100%، مزيان 100%. بالنسبه للناحيه اللوجستيكيه كل شيء مزيان، كل شيء ما عندي ما نقول، كل شيء استقبالات من ناحيه ملي كتدخل وانت جاي في استقبالات، ما كاينش شي حاجه اللي مزيان، واللعب مزيان، التنظيم راه مزيان، كيبدلوا الجو مزيان، مزيان يشوف راه هذا الشيء راه كيزيد في النظار، كيزيد بزاف في الخيول، كيزيد بزاف، الانسان كيعرف بزاف، كيعرف بزاف. واش كيحيي التراث يعني؟ كيحيي التراث المغرب بزاف، هادشي ديال الخيل، هادشي ديال راه فيه بزاف، ماشي على الخيل، راه في جميع القانون ديال الخيل كاينه، كلشي مزيان، كلشي ساريتو، كلشي يعني من داكشي على الحقيقة، ما عندش شي حاجة اللي غنقول، الحمد لله كلشي مزيان. السلام عليكم أولا. بالنسبة للمعرض ديال الفروسية في مدينة الجديدة، معرض يعني رائع، أجواء جد رائعة. بصفات يعني الأول مرة كنزور هذا المعرض، جد معجب به يعني بزاف. هناك مجموعة يعني من المواهب ومجموعة من الفروسية يعني هنا متنوعة، يعني هناك تفوريدة تفرجنا فيها هي الأولى، جينا عاوتاني هنا المعرض ديال مواهب عديدة، يعني مهارات كيحضروا فيها ناس أجانب. الحمد لله، ونتمنى التوفيق لهاد الناس، ونتمنى لأي واحد يجي يزور هذا المعرض يعني ويبدل الجو شويه، فالأجواء هنا جد رائعه. راه بالنسبه للرأي ديالي انا، داكشي كلشي زوين، داكشي في المستوى، لا من ناحيه التوريده، لا من ناحيه معارض، لا من ناحيه هاد البلاصه ديال السروج، داكشي في المستوى، داكشي جد منظم، وكنتمنى كل عام يبقى بحال هكا. الامن داكشي مطور، الا ما كان زعما عندك هاد الباج ولا شي حاجه ما تدخلش، كيحبسوك في الباب، داروا واحد لاباراي باش كيعرفوا الباج ديالك واش فري ديالك ولا ماشي غير ديالك. وبالنسبه اللي بغى شي واحد يدخل ما كيخلو حتى شي واحد يدخل لما كانت الباج. اعجبني كلشي بخير الحمد لله، التجهيز كلشي بخير، الامن كلشي كاين الحمد لله، كلشي الله ينصر سيدنا، كلشي بخير وعلى خير الحمد لله. حضرتي داك العام وشفتي هذا العام، شي حاجه تزادت شويه؟ كلشي الحمد لله كاين، كيعملوا كل عام كلشي زين الحمد لله، كلشي بخير الحمد لله. وي فيه كلشي الحمد لله، اي حاجه تدخل داخل كلشي كاين الحمد لله، كلشي فيه، كلشي فيه الحمد لله، كلشي.